تقول اي شيء، تقول انا جويعده وحمل ظعنو. شفت يقول لك ليش تبكي على الحسين؟ انا جويعده وحمل ظعنو. اسمعها زين، اذا تسمعها زين تحرق قلبك ترى. انا جويعده وحمل ظعنهم، والله ظعنهم، وكني غريبه وما منهم. اقرا وياي، اقرا وياي ابداعة الحسين. يا ابو علي هنيالك تبكي على الحسين، هنيالك قلها سجليها يا فاطمة، قلها وثقيها يا فاطمة، أمانة هاي عندك يا فاطمة. وشن غريبة وماني منهم، وبعد هو يحملهم وانا اتفكر لهم. وحسينة روح فدوى لحلقك، وحسينة والله ظلموا مظلم نزلهم. زين وين تروح هاي البنت، وين تروح؟ اسمع تقول لابوي ابوي ياخذوني وياه. بوي ياخذوني ياخذوني وياكم اسرج الخيمة والله الخيل الخيمة، يا ييل وحط فراشكم لو جلجل اللي بيه. تقل أبوي أبوي يا أبو علي يا أبو أبوي أخذوني أخذوني وياكم، أخذوني أخذوني عقبكم يا أهلي يا من عيوني. بعد هاي البنت بقت وين؟ شلون حالها؟ هذا حالها. والله ناشدكم ناشدكم تسأل لي روح ويجي الله. بالله ناشدكم ناشدكم وام بالله ينتم الروم بأخبار الغاضرية بلش تدروم. زين أعبر هذه، أريد أسألك سؤال. زينب ياهل يتكفل بحالها، زينب ياهل راح يشيل القضية. رفع راسه رفع راسه ونداه يا صاحب الباص، قوم قوم بساعة طلع اختك يا عبا، خويا خل نضعن خل نضعن قبل ما تقعد النمر. والله مش يا مش عباس الاخت وقصد ليها، شالت راسها وشافت وليها تقل هلا هلا بجيتك يا عبا. يا شايل الغيرة أو شايل
الناس ايش عندك بالدرع معلم وبالطمع. والله اخويا واشوف انك بجيتك هاي مهتم. طبعا بايس لخته وشبح عينه يقلها نريد السفر يا اختي من المدين. والله اخونا اخونا اهل العراق مكاتبين. وينهم اهل الحوائج؟ وينهم وينهم بيت الحاجة هذا؟ تقل قعيد اقعد يا ثمر قلب وخليلي. والله قعيد اقعد يا ابو فاضل احكي لي. والله احكي لي جفيلي يبار المحمل وبيتوزم. الله ابو فاضل يقبل يقبل. ابو فاضل بس قبل لا نحكي يا ابو فاضل نقول له يا ابو فاضل انسبت زينة. والله دق ايد دق ايد بيد على صدره وصاح يا اختي طلع بشيمتي طلع بضغتي. اخيج اخيج انا لفدي لج موجتي. الله بيت الدعاء انت اكيد قلبك ما يتحمل. بس وين شعرت زينب بهذا الموقف لما قام عبيد الله بن زياد يريد يضرب زينب؟ لما راد يضرب زينب وزينب باوعت يمين وشمال. انا عباس والله ابني انا جيب والله جيب جيبه ورا